فيما يتعلق بالحديث المرتبط بالأفق القاتم، هل ده توصيف دقيق للحالة اللي احنا وصلنا لها فيما يتعلق بحركة التجارة والأزمات ثم التصريحات المرتبطة بتصدير هذه الفكرة من الدول الكبرى انه المستقبل سيكون أسوأ على الأقل من الحاضر؟ في الحقيقة لما هنعرف ايه سبب الحرب هنعرف هي هتنتهي امتى. الموضوع لازم يكون واضح في ذهني وفي ذهن السادة المشاهدين بالشكل ده. مع النهاردة الحرب اللي موجودة ما بين أوكرانيا وروسيا هي حرب بالوكالة، يعني مش هم دول الطرفين اللي في الحقيقة بيتنازعوا. الحرب الحقيقية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين دولة الصين، والحرب دي حرب اقتصادية مستمرة بقالها مش أقل من 10 سنوات، كان آخرها فرض الرئيس دونالد ترامب عدة محاذير اقتصادية على الصادرات الصينية ورفع الجمارك عليها ل 200% أو 300%. ولكن يعني في تصدير للمشهد زي ما حضرتك بتتكلم ان نقص الغذاء العالمي وان ازمة الغذاء بسبب الحرب ما بين روسيا واوكرانيا، وده مش حقيقي. مستحيل دولتين يتحاربوا فيحصل ازمة في 200 دولة على مستوى العالم. ايا مكان حجم الانتاج القمح اللي طالع من روسيا وطالع من اوكرانيا مش هو ده اللي بيغذي العالم. احنا في العالم النهاردة في ازمة حقيقية. الازمة دي ان في دول المعسكر الشرقي قررت انها تخرج من النظام المالي العالمي اللي فرضته الولايات المتحدة الامريكية وهو النظام الدولاري. زي ما تحدثنا مع بعض قبل كده ان الولايات المتحدة الامريكية من عام 1971 وهي فرضت على دول العالم كلها انها ستقوم بطباعة الدولار بدون وجود غطاء او احتياطي من الذهب يمثل هذا الدولار. يعني في البداية في مؤتمر بريتون وودز في سنة 1944 لما العالم اتفق على ان الدولار ده يبقى العملة اللي بيتم استخدامها في التجارة الدولية، ده كان في شرط على الولايات المتحدة الأمريكية انها ما تطبعش دولار الا لو كان قدامها انتاج من الذهب مماثل، بحيث حضرتك تقدر تاخد الدولار في اي وقت تروح للبنك الفيدرالي الأمريكي وتحصل على أنصة الذهب. الاتفاق ده حصل في 1944، حصل ما بين الدول التي فازت وانتصرت في الحرب، يعني السبع دول المنتصرين اللي هما بيشكلوا مجلس الأمن، قعدوا اتفقوا مع بعض على نظام يخليهم ما يتحاربوش مرة تانية مع بعض. النظام ده من خلاله نظموا المصالح الاقتصادية العالمية ليهم، كل دولة هتبقى فين مواردها من المصادر الخام، وكل دولة هتستخدم أنهي أسواق تصرف فيها منتجاتها. هي دي كانت الاتفاقات اللي قامت عليها منظمة التجارة العالمية، وكان زي ما بنقول من ضمنها أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تطبع هذا الدولار إلا لما يكون قدامه غطاء ذهبي. إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي وبعد خروجها من حرب فيتنام خاسرة وتكبدت كل هذه الخسائر، أعلنت على لسان رئيسها في 1971 أن من اليوم سنقوم بطباعة هذا الدولار بدون أي احتياطي ذهبي. التحدي هنا ان الولايات المتحدة الامريكية فرضت هذا الامر على العالم بالقوة بالسيادة بما لها من ادوات وآلات عسكرية، وفي الوقت ده ما كانش فيه قدرة او قوة اخرى على مستوى العالم تقدر تجابه هذه المشكلة. فتم تعميم هذا النظام ان البترول بقى بيتم تسعيره بالدولار، الذهب بقى بيتم تسعيره بالدولار، التجارة العالمية ونظام السويفت العالمي للتحويلات المالية العملة المستخدمة فيه هي الدولار الامريكي، وبهذه الادوات اتفرض على العالم كله انه يصدر منتجاته مستخدما الدولار. دكتور احمد معلش، يعني هو تأصيل مهم ومهم للغايه، لكن حتى لا يشرد منا ذهن المشاهد في الازمه الانيه التي نحن عندها الان في هذه اللحظه، معدلات التضخم المرتفعه، ارتفاع اسعار المستهلكين في كل دول العالم، ازمات في سلاسل التوريد، ازمه استثنائيه صحيح ربما يكون لها مثيلات، لكن الحل في هذه المرحلة يكمن في ماذا؟ أنا هستسمح حضرتك إن أنا أتكلم بلغة أكثر بساطة لأن أنا يهمني إن المشاهدين يفهمونا. إحنا بنتكلم على التضخم، التضخم ده يعني إيه؟ يعني زيادة أسعار المنتجات، ودي أكتر حاجة بتضايق المواطن على مستوى العالم. صحيح. طيب زيادة أسعار المنتجات دي هتحصل إزاي؟ هتحصل إن في طلب في السوق لمنتجات وما فيش معروض من المنتجات دي، ما هو لو التجار عندهم بضائع كتيرة مش هيقدروا يرفعوا من السعر، إنما هم بيرفعوا من السعر لما يبقى المعروض من المنتج بتاعه أقل. طيب إحنا إيه المشكلة اللي حصلت؟ والله المشكلة إن كان في العالم وباء اسمه وباء كورونا لمدة سنتين. دول العالم المختلفة اتخذت إجراءات متنوعة تجاه هذا الوباء. الدول المتقدمة اللي هم السبعة الكبار أخذوا إجراءات للحظر الكلي، ما كانش عندهم عمل ولا كان عندهم إنتاج. طيب عشان يحافظوا على المواطن بتاعهم ويحافظوا على الشركات بتاعتهم في أمريكا عملوا إيه؟ طبعوا دولار بدون أي غطاء ذهبي وبدون أي غطاء إنتاجي. يعني دولة بتطبع من عملتها بدون اي غطاء نقدي
وبتقدم الدولار ده للمواطنين في حزم دعم. المواطن اللي قاعد في بيته بياخد 500 دولار، الشركات اخذت حزم دعم عشان خاطر ما تشرش افلاسها. وكان في الخطة الأمريكية أن هذا التضخم سيتم توزيعه على دول العالم. يعني إيه؟ أنا محلياً لو طبعت العملة المحلية بتاعتي هيحصل تضخم في السوق بتاعي محلياً، إنما لما تكون العملة بتاعتي بتستخدم في التجارة الدولية يبقى أنا لو طبعت منها مش الغلاء هيحصل عندي لوحدي، ده الغلاء هيحصل عند أي حد بيستخدم هذه العملة. فكانت رؤيتهم بالشكل ده. على الجانب الآخر في دول احتياطاتها كلها من الدولار، زي دولة الصين بتحتفظ ب 3.5 تريليون دولار أمريكي. الثلاثة ونص تريليون دولار دول قبل ما أمريكا تطبع كان ليهم قوة شرائية معينة. حضرتك معاك مبلغ من المال من الدولار بيشتري لك 100 برميل بترول. بعد ما أمريكا طبعت هذا الدولار وحصل فيه تضخم في سعره بقيت ما تقدرش تشتري بفلوسك غير 50 برميل بترول. فأنت بقيت شايف أن احتفاظك بهذه العملة أصبح بلا قيمة، لان انا النهارده وانا بحتفظ بيها انت بتطبع منها بدون اي ما يكون عندك اي حدود، فبالتالي ما بقاش عندي ميزه من الاحتفاظ بيها ولا ميزه ان انا لما اجي اصدر منتجات دولتي ابقى لازم اصدرها بالدولار. فالصين عندها رغبه ان تقوم بتصدير منتجاتها باليوان، وقد افصحت عن هذه الرغبه في عده مرات متتاليه، وكانت اول حاجه حققتها لها ان بس ضموها لسله العملات اللي بيتم استخدامها في المبادلات الدوليه، ولكن لم يتم الاعتراف بها كعمله دوليه. عندي رقم 2، لكن هي الصين لا تدرك ان جزء من سطوتها الاقتصاديه مرتبط بحجم ما تحوزه من احتياط النقد الدولاري. كان يا فندم ده في النظام العالمي المالي السابق، النهارده احنا بنتكلم على نظام المالي العالمي السابق. لو حبينا نقرخ له السابق ده من النهارده يا فندم، من يوم الحرب، من يوم الحرب 24/2 ده يعتبر ما قبله طبعًا والسابق. طبعا لان النهارده روسيا بتفرض هذا النظام المالي العالمي الجديد. النهارده روسيا هم خرجوها من النظام المالي العالمي. طبعا عندك حضرتك يعني رؤيه او بيانات تؤكد هذه الروايه، لانه الحديث السائد بيتكلم على انه ما مرت به الدول او اوروبا والولايات المتحده انها هي من فخخت لروسيا لحيلة لم نعلمها حتى هذا التوقيت، وحضرتك بتتفضل بالحديث بأنه روسيا هي من تستفيد وهي من تحاول أن تغير النظام المالي الاقتصادي. ما هو دليلك على هذا الطرح؟ دليل النهاردة مين النهاردة خاسر من الحرب حتى في المبادرات الأولانية؟ النهاردة مين خاسر من الحرب ومين فائز في الحرب؟ النهاردة أنا بالنسبة لي لما الروبل يبقى بيرتفع لمستويات ما حققهاش من 5 سنين ومن 6 سنين، يبقى النهاردة روسيا في ظل كل العقوبات اللي متوجهة ليها. حضرتك اعتبرت أنه هذا الارتفاع المؤقت ارتفاع دائم نستطيع أن نقيس عليه؟ ليه حضرتك؟ لأسباب لازم تكون الأسباب دي بالنسبة لي واضحة. النهاردة روسيا أكبر مصدر للغاز للدول الأوروبية. الغاز بالنسبة للدول الأوروبية بيمثل لها التدفئة في جو شديد البرودة، بيمثل لها الصناعة الغاز ده. فهي النهاردة الغاز ده بيتم توريده من خلال خطوط تم تدشينها في 10 سنين. فإذا الدول الأوروبية عشان تستغنى عن الغاز الروسي هتستهلك على الأقل 3 سنين. هم بيقولوا أن على أحسن تقدير في نص 2024. فإذا إيه اللي هيحصل من النهاردة لمدة 2 سنين؟ أن أوروبا مضطرة أنها تستورد هذا الغاز الروسي، ومضطرة أنها عشان تستورده من روسيا أنها تستورده منهم بالعملة المحلية بتاعتهم اللي هي الروبل. ده النظام النهاردة اللي روسيا فرضته. اللي حاصل على أرض الواقع إن شركة الغاز الروسية أعلنت إن 50% من المشترين الأوروبيين بالفعل بدأوا إن هم يفتحوا محافظ بالروبل وراحوا للبنك الروسي المركزي واشتروا روبل وبدأوا يقدموا يورو مقابل هذا الروبل. فالنهاردة النظام المالي اللي فرضته روسيا بيتم تطبيقه على أرض الواقع. أضف إلى ذلك عشان نقول مين كان مستعد ومين ما كانش مستعد، فورا لما تم فرض العقوبات على روسيا وإخراجها من النظام العالمي المالي اللي هو نظام السويفت، روسيا أظهرت أنها كانت مستعدة بنظام إلكتروني بديل. ومن خلال هذا النظام النهاردة هم بيتعاملوا مع الشركات المستوردة للغاز وللنفط.